سلام عليكم. إيطاليا بتطالب بحقوق تاريخية ليها في مصر. ده كلام يخض على فكرة ويقلق، والمفروض إنه مش مسموح حتى مجرد التفكير فيه. بس ما تستغربش لما تسمعه أو تقراه، لأن مش إيطاليا بس اللي هتطالب بحقوق تاريخية ليها في مصر الفترة الجاية، ده دول كتير تانية وخاصة دول أوروبية. وانت لازم تستغل النقطة دي كمصر، لأن بوضوح ده ممكن يكون حل على المدى القصير ينقذك من أزمتك الاقتصادية اللي كلنا أصبحنا عارفين خطورتها واصلة لحد فين. طبعا دلوقتي حضرتك مستغرب جدا من الكلام اللي بيتقال ده، لأن المفروض كلام زي ده يقابل برد قاطع من مصر. محدش ليه حقوق تاريخية في مصر، ده العكس. أقول لك هنا في قصة لازم تتحكي، وبعد ما تتحكي أوعدك إنك أول من سيشجع الحق التاريخي. بس في الأول حضر خمسين شاي عيارتي، ويلا بينا نعرف القصة وما فيها. معايا أنا محمد أبو عاصم في خمسين اقتصاد مهمة وفيها فرصة ليك كحكومة ليك كمواطن كما مستثمر. النهاردة معانا راعي جديد في خمسين اقتصاد. ناس كتير مهتمة بالبزنس ومجال المال والأعمال، ناس كتير بقت رابطة فكرة الوظيفة وبقت بتنطلق ناحية إنها تأسس بيزنس خاص وتستهدف أسواق فيها حوافز استثمارية. منطقة الشرق الأوسط أصبحت بالفعل أهم سوق بيدي حوافز، وهنا تيجي أول خطوة في عالم البزنس إنك تأسس شركة. لو بقى عايز تأسس شركة أو لو عندك شركة بالفعل وعايز تتوسع بيها سواء للإمارات أو السعودية وتستثمر هناك وتستفيد من المميزات هناك، سواء الموقع الجغرافي للإمارات وتسهيلتها أو الطفرة الاقتصادية في السعودية وتسهيلتها، هتواجهك مشكلة مهمة جدا، وهي أن في السوق الإماراتي والسعودي أي حد بيحاول يأسس هناك شركة دايما بيشتكي من ضياع الوقت والفلوس في الإجراءات، سواء حاول بنفسه أو مع شركة تانية. ده غير مشاكل بقى فتح الحساب بنكي لشركتك هناك وتعاقداتها والقصة دي. هنا يجي دور راعي حلقة النهاردة بتاعه، وهو شركة أبش اللي وظيفتها إنها تسهل رحلة أي مستثمر عايز يأسس شركة أو يتوسع في الإمارات أو حتى السعودية. بتاخدك من إيه؟ تزد تخلص لك كل حاجة مش كده وبس. أبشر أسست أكتر من 3000 شركة وحصلين على أكتر من 100 تقييم 5 نجوم على جوجل. أبشر عندهم خبرات واسعة بقوانين ولوائح الأعمال هيأسسوا ليك شركة بسلاسة وسهولة وبدون أي تأخير. هيكون عندك سجل تجاري وإقامة، بتضمن حساب بنكي لشركتك بدون أي تضييع للوقت أو رسوم مخفية. أبشر لفترة محدودة بتقدم لك استشارات مجانية بيشرحوا لك الإجراءات كاملة والخيارات المتاحة في التأسيس وبيجاوبوا على كل أسئلتك. وهسيب ليك في الديسكريبشن وصف الفيديو اللينك، كمان أول كومنت لينك حجز الاستشارة ولينكات الويب سايت والسوشيال ميديا بتاعتهم لو عايز تستعين بيهم أو تدخل تاخد فكرة. لو أنت متابع الصحافة الإيطالية مؤخرا هتلاقي في نغمة بقالها فترة شغالة بتلعب عليها حكومة رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني. دي زميلة صحفية وسياسية إيطالية بتقود حزب إخوة إيطاليا أو براسرز في إيطاليا، وحزب محافظ وطني إيطالي يمين بيفكر الطليان بمجدهم وإمبراطورياتهم الاقتصادية ومستعمراتهم في إفريقيا والعالم، وكمان صراعاتهم مع دول عظمى زي أمريكا وفرنسا وبريطانيا اللي كانت سبب في إن إيطاليا دورها يتراجع عالميا. وعايز أقول لك إن الطليان طايرين بالحاجات دي أو بالإحساس ده طير. هتقول لي عادي يا عاصم ده لعب سياسه داخليه لاستماله المواطنين وشغل انتخابات، هقول لك لا، لان ببساطه الموضوع اترجم لسياسات دوله على الارض وتطوير صناعه فتح اسواق وكمان الانسلاخ عن الاتحاد الاوروبي، لانها شايفه وجودها في الاتحاد الاوروبي عقبه كبيره قدام توسعها الاقتصادي والسياسي بيتقلها، فبدات تنشر شركاتها في اماكن الثروات وتتزحم على اماكن النفوذ في العالم. وإيطاليا بتمتلك ترسانة قوية من الشركات الثقيل زي إيني الطلياني عملاق صناعة الطاقة على مستوى العالم، ده غير تفوقها في صناعات كتير زي الطاقة وزي الإلكترونيات وأجهزة منزلية وسيارات وصناعات غذائية وسيب القوس مفتوح. أهم حاجة فكرت فيها إيطاليا هي تأمين احتياجاتها من الطاقة، وكمان إنها تتاجر مع الاتحاد الأوروبي نفسه وتكون متنفس ليه تتكامل معاه، بس مش من ضمنه لأنه بيضيع على فرص كتير زي ما شايف. الاتحاد الأوروبي في طريقه للانهيار، بريطانيا تخرجت منه وألمانيا كمان قريبا بتستفتي على التخرج منه، الطليان كمان. فكل دول من دول أو كل دولة من دي محتاجة خريطة تحالفات دولية وشراكات اقتصادية وأسواق تتفتح وتعاون، وما إن اقتصاديات أو اقتصادياتها اقتصاديات صناعية فمحتاجة فرص استثمارية وحوافز استثمارية وأهم حاجة تأمين إمدادات الطاقة وبيئة خصبة إنها تبدأ تصنع وتشتغل فيها. وتبال حضرتك بقى زي ما بيقولوا بين قوسين رخيصة، ده بقى متوفر عندك في مصر، وهم عندهم الشركات اللي انت عايزها او عايز استثماراتها كمصر،
وعايز منتجاتها وعايز دولاراتها. جميل كل الكلام اللي انت قلته ده يا عاصم. ايه بقى علاقتنا كله بحقوق ايطاليا التاريخيه في مصر؟ انا هقول لك. ايطاليا دلوقتي اعلنت انها بتسعى لعوده طرق التجاره التاريخيه، واهم الطرق دي هو طريقها التجاري اللي بيبدا من ايطاليا للعمق الافريقي والبحر الاحمر عبر مصر، وده طريق عمره اكتر من 1000 سنه. طب برضه عايزين ايه؟ ما فهمناه. هقول لك. في شهر ديسمبر اللي فات او السنه اللي فاتت 2023 كان السفير الايطالي في القاهره السيد ميكالي كوران بيوقع اتفاقيه مهمه جدا مع الفريق مهندس كامل وزير وزير النقل، وهي اتفاقيه ترار. الاتفاقيه دي ببساطه عباره عن اتفاق بين مصر وايطاليا على نقل البضائع بين البلدين باستخدام حاجه اسمها المركبات البريه المقطوره، اللي هي المقطورات وشبه المقطورات. كمان الاتفاقيه دي بتنظم عمليه دخول وخروج حركه الشاحنات من والى مصر وايطاليا عشان تقلل الوقت اللي بتقعد المنتجات الغذائيه والحاصلات الزراعيه في المين، وبتدي الحوافز وتخفيضات جمركيه هتنعكس حضرتك على سعر المنتج اللي انت بتستهلكه، وعشان يتباع بسعر ارخص، وبالتالي يديك ميزه تنافسيه هنا وهناك، وده بيساعد في الحفاظ على سلامه المنتج المصري وكمان الايطالي، وبيزود فرص مبيعاته في الاسواق الاوروبيه اللي ممكن مصر تصدر ليها منتجاتها من خلال ايطاليا. فدي بقى واخده اتفاقيه جديده خالص، وتهرب بقى من اتفاقيه الكويز اللي اتكلمنا عنها كتير هنا، ومصر تصدر خضرواتها ونباتات عطريه، نباتات عطريه وحاجات كتير قوي لاوروبا. خد بالك المصلحه دلوقتي مشتركه. وقبل ما نستطرد بقى في الكلام عن طريق الرر وتفاصيله، خلينا نتكلم عن العلاقات التجاريه بين مصر وايطاليا عشان تفهم حجم العلاقات رايح فين والارقام بتقول ايه. العلاقات التجاريه بين مصر وايطاليا علاقات قديمه جدا. ممكن تستغربوا لو عرفتوا ان مصر كانت بتاكل ايطاليا ايام الرومانيين اللي هي الامبراطوريه الرومانيه. فمصر في الفتره دي كانت مصدر مهم جدا للبضائع والمنتجات الغذائيه والمحاصيل اللي بيعيش عليها الرومان. طبعا العلاقات دي فضلت مستمره عبر التاريخ، وبعد حفر قناه السويس توطدت العلاقه اكتر بين البلدين، وقصه طويله ده مش وقت ان احنا نحكيها. السنه اللي فاتت في 2023 وصل حجم التبادل التجاري بين مصر وايطاليا حوالي 6.9 مليار دولار، بزياده 14.1% عن سنه 2022. هنا انت كمواطن تقف وتفكر، طالما في زياده يبقى في حاجه بتحصل. الواردات المصريه من ايطاليا وصلت قيمتها في 2023 حوالي 5.7 مليار دولار، بزياده 12.2% عن سنه 2022. مصر بتستورد من ايطاليا المنتجات المعدنيه والالات الغذائيه وكمان المنتجات اللي هي الهندسيه، اما الصادرات المصريه بقى لايطاليا فخد عند حضرتك قيمتها حوالي في 2023 1.2 مليار دولار، بزياده 20% عن 2022. الرقم زاد، ضعيف بس زاد. ومن اهم الصادرات المصريه لايطاليا بيحتاجوا منك الحاصلات الزراعيه، الملابس الجاهزه، المنتجات الكيميائيه ومنتجات البلاستيك، والعلاقات بين مصر وايطاليا متوقع ليها انها تزيد القوه خلال الكام سنه الجايين، خاصه بعد ما ساعد دولتين لتعزيز التعاون الاقتصادي وزياده حجم التبادل التجاري بين القاهره وروما. الحقيقه ان الكلام ده بيعزز عوامل مهمه، اهمها قوه العلاقات والمصالح الاقتصاديه المشتركه بين البلدين، واللي هتزيد قوتها بعد تشغيل خط الرور اللي هينقل كميه ضخمه جدا من السلع والمنتجات الغذائيه والمحاصيل الزراعيه بين البلدين في فتره قليله جدا. ده هيعزز قيمه المنتجات الزراعيه المصريه، يرفعها شويه، ويعزز اوضاع الفلاحين. الخط ده لو تم استغلاله بالشكل الامثل صح بعيد عن الفزلكه المصريه، هيدخل لمصر عائدات بالمليارات. مش كده وبس، ده كمان هيوفر فرص كبيره جدا للمزارعين، وهيشجعهم على التوسع في الزراعه والتصدير منتجاتهم الزراعيه، وتزرع نباتات عطريه وتصدق. يبقى الموضوع زي شبرا بلوله كده، اكيد عارفين قصتها ولا نحكيها؟ قولوا لنا في الكومنتات. خط الرول بين مصر وايطاليا يعتبر خط نقل بحري سريع، الهدف منه نقل الحاصلات الزراعيه سريعه التلف بين مصر وايطاليا. ده الهدف من الرول، سموه رول اوف، تمام. هينقل المنتجات الزراعيه المصريه من مينا دمياط لمينا تريستا في ايطاليا، والعكس هينقل المنتجات الزراعيه الايطاليه لمصر، وعمليه نقل البضائع دي هتستغرق يوم ونص بحد اقصى، يعني تقدر تقول حوالي 36 ساعه تلاقي الاكل جاي لك من ايطاليا، او العكس انت مودي الاكل لايطاليا. عشان الحفاظ على جوده وسلامه المنتجات هيكون في شاحنات وحاويات مبرده بشكل متوازن في مصر وايطاليا لاستقبال وتوصيل البضائع لمينا دمياط وتريست. يعني انت كده عندك كمان هتقدر تشغل شاحنات وتفتح فرص عمل اكتر. الخط ده اول ما تقول بسم الله هنبدا هيتخصص له سفينه او سفن سعه الواحده 420 شاحنه. السفينه دي هتعمل رحله كل اسبوع من مصر لايطاليا والعكس، ده مبدئيا في البدايه لحد ما نزود العلاقات التجاريه بين البلدين.
هتودي بضايع وتجيب بضايع. طب امتى هيشتغل الخط ده وايه الشركات اللي هتشغله؟ ما ده سؤال مهم عشان تعرف فلوسك عند مين. الخط ده من المتوقع انه هيشتغل منتصف 2024، يعني شهر 6 الجاي، يعني بعد اوالي او حوالي 4 شهور، يعني ممكن شهر يونيو وشهر 6 كمان يشتغل مع بعض كتجريب. يعني هتشغله شركه ايطاليه اسمها AMF. وخلينا اقول لحضراتكم ان فكره الخط ده مش جديده اصلا، فكره بدا المفاوضات عليها في 2010 ايام الرئيس الاسبق حسني مبارك، لكن كعاده الفتره دي المشروع ما تنفذش ودخل في الادراج لاسباب سياسيه في الغالب. بس بعد كده رجع تاني للتداول في 2019، وفضل الكلام رايح جاي بين البلدين، وفضلت الدراسات شغاله لحد 2023، ودي السنه اللي قررت فيها مصر انها تخلص الموضوع مع ايطاليا. قامت المشروع بعد ما تاكدوا من اهميته وان حل اقتصادي ليهم، فقام كل من الفريق مهندس كامل الوزير والسفير ميكالي سفير ايطاليا بالقاهره بالتوقيع على اتفاقيه اقامه الخط. مش بس كده، ده كمان تم توقيع مذكره تفاهم مشترك بين جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي في مصر والمديريه العامه للسلامه على الطرق والنقل البري التابعه لوزاره البنيه التحتيه والنقل في الجمهوريه الايطاليه. المذكره دي هدفها تمكين وتسهيل نقل البضائع بين البلدين بقى، معيار وجوده وكلام تاني كده، تقليل تكلفه النقل وزمن الرحله، حوافز برضه عشان نقلل ونقلل كمان الجمارك. توقيع المذكره دي يكمل الاطار الحكومي لتشغيل خط الرر خلال النص الاول من العام الجاي، بما يحقق مصالح اقتصاديه للبلدين ويعظم حجم التبادل التجاري المنقول بحرا بين مصر وايطاليا. وخليني هنا اقول ان الاتفاقيه دي جت تتويج لمفاوضات ومناقشات استمرت زي ما قلنا حوالي 4 سنين من 2019 حتى النهارده، لما صدقت الحكومه المصريه على ضروره انهاء الاجراءات الخاصه في خط الرر، وبعدها على طول بدا التعاون مع وزاره الماليه والتجاره والصناعه وكل الجهات الثانيه اللي ليها الصله بالخط ده. يعني خلاص كل اوراقه خلصت، تم تكوين لجنه من الخبراء والمتابعه مستمره لعمل لجنه ثانيه واللجان التشغيليه ولجنه المواني وكل القصص دي، وبتسارع عشان يتم تسارع حمايه النقل، او بمعنى ادق ايطاليا مستعجله على الموضوع ده. طيب خلينا بقى نركز في اللي جاي ده، يعني كل خطواته شبه ده، فيا ترى بقى الخط ده هيكون مهم فعلا للبلدين؟ واهميته دي هل هتنعكس بشكل مباشر على المواطن البسيط، ولا هيكون زي الاف المشاريع اللي اتعملت ولسه المواطن ما حسش بيها، يمكن ما يعرفش اصلا انها موجوده من قله استفادته منها او ربما عدم استفادته منها على الاطلاق. خط الرر قلنا هيعزز تبادل تجاري بين مصر وايطاليا بشكل كبير، هيساهم في خدمه تجاره مصر الخارجيه باعتبار ان ايطاليا من اهم الدول اللي بتستقبل الصادرات المصريه، خاصه ان الحاصلات الزراعيه الطازجه اللي بتيجي من مصر مطلوبه جدا في ايطاليا. وهنا لما اقول حاصلات زراعيه يعني زراعه، يعني الفلاح المصري، يعني التوسع في استصلاح الاراضي الزراعيه، اظن الفكره وصلت. بس نشتغل احنا ايه ربما ما بين السطور، الصادرات الزراعيه المصريه مش بس هتتصدر لايطاليا، لا ده كمان ممكن نستغل ايطاليا في تصدير منتجاتنا الزراعيه للدول الاوروبيه. ما انت هتدخل لهم بالمواصفات بتاعتهم، يعني عم محمد في مصر ممكن يزرع للخواجه في اوروبا ويبيع ليه منتجات باسعار محترمه، وده هينعكس على اوضاع الفلاحين وهيحسن من مستوى دخلهم واوضاعهم الحياتيه والمعيشيه. كل القصه محتاج بس تكبر كمزارع وعيك الاقتصادي حسن. وبالنسبه بقى للجانب الايطالي، فايطاليا تقدر تستغل الموانئ المصريه لتصدير منتجاتها لافريقيا ودول الخليج، خاصه بعد التطوير الهائل اللي قامت بيه مصر في موانيها وشبكات الطرق والسكك الحديديه، ودي نقطه مهمه جدا لازم اقف عندها. مصر بتمتلك شبكه طرق محترمه جدا، عايز اقول لحضراتكم، ومواني متطوره جدا صرفنا اللي حالتنا كله عليه اللي قدامنا واللي ورا، وده يخليها تقدر تستفاد من المشروع ده اقصى استفاده، سواء من خلال فرض رسوم على البضائع اللي بتمر من المناطق دي، او من خلال انشاء منطقه لوجستيه خلف مينا دمياط. وهنا خلينا اقول لكم معلومه حصريه خاصه بينا، او تقدروا تمشوها توقع. مشيها توقع، مصر بالفعل قررت انشاء منطقه لوجستيه ومناطق تابعه خلف مينا دمياط ضمن خطه شامله بتهدف لجعل مصر مركز للتجاره العالميه واللوجستيات. كمان الخط ده هيزيد من الجدوى الاقتصاديه لمشروعات القطار السريع، وده لانه هيساهم في ربط الدول الاوروبيه بدول اسيا وافريقيا عبر الاراضي المصريه باستخدام الخط الاول من شبكه القطار الكهربائي السريع اللي هيعبر او يعتبر قناه السويس جديده على القضبان، واللي بتساهم في نقل حركه البضائع في المجزأة واللي مش بتحتاج لسفن كبيره الحجم، وده بيرفع زي ما قلنا من تنافسيه الدوله المصريه عشان تكون مركز للنقل واللوجستيات في المنطقه. ما انت فاكر ممر السعوديه اللي كان هيستخدموا فيه القطارات، ما انت عندك القطارات اهو ودفعنا فيها واستدنا عشان نعملها، يبقى نستفاد منها. في المقابل تقدر ايطاليا تستغل الخط ده في ايصال منتجاتها للاسواق العربيه والافريقيه اللي موقعه معاها اتفاقيات من خلال الخط ده،
خاصة وأن مصر عاملة اتفاقية حرة مع أفريقيا والاتحاد الأوروبي. الاتفاقية دي فيها بند ينص على المنشئ التراكمي، وده معناه باختصار أن المنتج الإيطالي ممكن يدخل الأسواق الأفريقية والعربية اللي مصر موقعة معها اتفاقيات تجارية من خلال الخط ده، وعشان يتحقق الغرض من خط الرر تم عمل بقى توأمة بين الجمارك المصرية والجمارك الإيطالية. وعشان نخلص قصة الأوراق والبداية بين مينا دمياط في مصر ومينا تريستا في إيطاليا، وبعد كده هتتنقل التجربة بكل المواني هنا وهنا، وفي تنسيق كامل بين الجانبين لنجاح التجربة دي. تم تخفيف الرسوم الجمركية من 26,000 دولار ل 3,000 دولار فقط. تخيل بقى ده هيأثر معاك في السعر وحركة النقل ازاي. دي خطوة مهمة جدا وفرصة عظيمة للمصدرين المصريين. خط ده بيتيح للمصدرين المصريين تصدير منتجاتهم لإيطاليا وكل أسواق أوروبا بسوق قليلة جدا، وبيرفع القدرة التنافسية للمصدرين المصريين وبيساعد في تصدير المزيد من الحاصلات الزراعية سريعة التلف اللي هيتم نقلها من خلال الخط من مينا دمياط لمينا تريستا بسرعة كبيرة جدا. كمان الخط ده هيساعد في توفير آلاف فرص عمل في كل الدولتين، وده بسبب المناطق اللوجستية اللي هيتم تأسيسها في كل البلدين لتيسير نقل البضائع المصرية والطليانية. نيجي بقى لأهم جزء في حلقة خط الرر. إيه أهميته للمواطن المصري نفسه؟ أو بصيغة تانية، إيه تأثيره المباشر على الرجل البسيط والناس الغلابة؟ أنا ذكرت خلال الحلقة أن مصر تستورد من إيطاليا المنتجات الغذائية. المنتجات الغذائية دي جودتها عالية جدا، لكن أسعارها غالية شوية، يعني مش في متناول المواطن البسيط. لو خط الرر اشتغل وبدأت بالفعل عملية التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا، ممكن نلاقي المنتجات الغذائية الإيطالية مغرقة الأسواق المصرية بأسعار تخليها تنافس منتجات كتير جدا بيعتمد عليها المواطن بشكل أساسي، وده لأن خط الرر هيقلل تكلفة نقل البضائع بين البلدين بشكل كبير جدا. وطبعا كل ما ازدادت المنافسة في السوق كل ما الأسعار رخص. لكن طبعا الخط ده مش معمول بس عشان خاطر مصر تستورد المنتجات الغذائية من إيطاليا، لا، ده الأهم عشان كمان مصر هتستغل الخط ده في تصدير منتجات للسوق الإيطالي، وكمان نقدر نستغل إيطاليا في تصدير منتجاتنا لكل أوروبا بجودة عالية هم بيفرضوها علينا هنا، والمواصفات القياسية بتاعتنا شغالة عليها الهيئة. فالخط ده هيلغي فكرة شح بعض السلع الغذائية في السوق المصري، وهيلغي الاحتكار، أو على الأقل هيقلل منه بنسبة كبيرة جدا لو أحسن استغلاله وما تفلسفناش. وده ببساطة لأن أي سلعة هتقل في مصر مش هتكون موجودة في السوق المصري، هنقدر نستوردها من إيطاليا في أقل من 36 ساعة والتكلفة قليلة والطريق جنبنا، يعني نقدر نقول مسافة السكة. الخلاصة كلنا بنسمع كتير عن إن الدولة عملت مشروعات قومية عملاقة، أسست مصانع وبنت طرق وكباري، الكلام الجميل ده، لكن في الواقع المواطن بيعاني ارتفاع أسعار، غلاء معيشة، أزمات اقتصادية، دوامة كبيرة من الأزمات التي لا تنتهي. اللي بيسمع المواطن شيء والواقع شيء تاني خالص. وهنا سؤال مهم، يا ترى مشروع زي خط الرر اللي اتكلمنا عنه النهارده هيكون زيه زي المشاريع اللي نفذتها الحكومه قبل كده وما انعكستش على حياه المواطن، ولا المره دي الموضوع مختلف؟ يا ريت تقولوا لنا رايكم في التحليلات هقراها. شكرا لكم، سلام عليكم.